وعدت حضراتكم امبارح ان يكون معانا النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه في حوار، اعتقد ان هو هيبقى حوار مطول شويه علشان نستفسر منه عن نهايه هذا الموسم وبدايه موسم جديد. وبما اننا بنتكلم عن الجزء الاهم في منظومه كره القدم وهو الجمهور، يبقى خلينا نسال النائب احمد دياب. سياده النائب، ازاي حضرتك يا فندم؟ وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. تأخير يا كابتن اسلام، ومتشرف طبعا ان اكون مع حضرتك. شرف لينا يا فندم ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره. نائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه، وانا شخصيا بحب هذا الرجل لانه رجل بيلتزم بكلامه، بمعنى حتى في ظل الظروف السيئه او في الظروف الصعبه بتلاقيه يقول لك، يطلع ويتكلم معاك ويقول لك. وانا لا ادعي ان هذا الرجل كان له دور فيما حدث في مباراه الاهلي والاسماعيلي ما قبل المباراه الحقيقه، لانه ما حدث قبل المباراه هو اعتقد ان هي بدايه جديده لموسم جديد. سياده النائب، يعني لو بقول حاجه، اشكرك طبعا على الكلام ده وعلى المقدمه دي، ويا رب الواحد يكون دايما عند حسن ظن مجالس ادارات الانديه المحترمه وجمهور الكره المصريه والاعلام الرياضي، ويا رب ان يكون يعني على قدر هذه المسؤوليه، لانها مسؤوليه كبيره. مسؤوليه كبيره بالفعل. بموضوع الجمهور، اتفضل. وعاوزين نقول ان الحمد لله احنا الموسم ده ابتدى بعد غياب 12 سنه من الجمهور عن استادات مصر. نعم. وكان اول موسم من 12 سنه الحمد لله، ابتدينا في الدور الاول ب 2500 مشجع في كل مباراه، وصلنا الدور الثاني بقوا 5000 مشجع. كلنا طامحين باذن الله تعالى تكون بدايه الموسم الجديد بالرقم اعلى من ده. لازم لما نتكلم عن ملف عوده الجمهور نشكر مؤسسات الدوله المصريه، لان هي اللي دعمت الكره المصريه والانديه المصريه في عوده الجمهور. زي ما قلنا احنا كرابطه من اول يوم ان ما فيش كوره من غير جمهور. الجمهور ده هو روح الكوره. طب سياده النائب، معلش اقطع حضرتك في النقطه دي تحديدا لانها نقطه مهمه جدا. جمهور، وانا هنا هتكلم على الانديه الشعبيه، الانديه الشعبيه اهلي، زمالك، اسماعيلي، اتحاد، اعتقد ان هم اللي مضرورين اكتر من بقيه الانديه في موضوع الجمهور. فيعني لما تقول لي جمهور الاهلي 2500 واحد يجوا، فهنفضل كده لغايه امتى؟ او 5000 زي ما شفنا في الدور الثاني. معاك سنه صغيره. اتفضل يا فندم، اتفضل. لا مش هم بس، هم يمكن الضرر الاكبر وقع عليهم. نعم. ولكن احنا بنتكلم عن المنتج كله. الدوري المصري، الكره المصريه. مظبوط. وجود الجمهور بيعمل لها، بيرجعها لقيمتها الحقيقيه. مظبوط. بيرجع الشكل بتاع الكره المصريه. احنا مصر بلد كبيره 100 سنه فوق. جمهورنا كان هو اللي بيعمل استاد الرعب لاي ماتش بيلعبه اي نادي في الانديه المصريه المشاركه في افريقيا او منتخباتنا الوطنيه. جمهور الكره المصريه هو عنصر اساسي، طبعا اكثر المضرورين هم الانديه الجماهيريه، ولكن منظومه الكره دايما بغياب الجمهور هتبقى مضرورة. مظبوط. لكن حتى يا فندم في موضوع البث والرعاة والكلام ده كله، لو جينا نتكلم عن هذا الامر، اعتقد ان انت لما تلاقي استاد فيه 100000 احسن ما تلاقي استاد فيه 10000، خمسه من هنا وخمسه من هنا. وعشان كده احنا بنقول ان في شكر لكل مؤسسات الدوله المصريه في دعمها للملف ده. خلي بال حضرتك، احنا كنا بنرجع السنه دي بعد 12 سنه مفيش جمهور، وكنا بنرجع في ظل جائحه. احنا يمكن قلنا قبل كده كده ان احنا شفنا كل استادات العالم كلام، فاحنا نعم. راجعين بالتدريج. بس انا دايما ومن خلال برنامج حضرتك حابب برضو دايما نوجه النداء ده لجمهور الكره المصريه. ايوه. ان بعد اذنك خلينا نظهر الشكل اللي يليق بالكره المصريه، خلينا نخش الاستاد ندعم نادينا من خلال التذاكر، ندعم نادينا من خلال تشجيعنا، مالناش دعوه بالمنافس، نلتزم بالروح الرياضيه، نصدر عشان يبقى هو ده الدعم الحقيقي، لان التيكتنج او التذاكر هي اكبر داعم ثابت لكل الانديه في العالم. فبالتالي انت اي واحد فينا وهو بيشتري تذكره رايح يدعم النادي اللي بيشجعه، هو ده اول سبل الدعم على فكره. بدايه بقى وجودك ودعمك للاعيبتك والنادي اللي انت بتشجعه عشان تبقى انت دافع وحافز ليه. لكن ما فيش ما يدعو ابدا ان احنا نخرج عن الروح الرياضيه او نتعدى بقى باي سب لفظ تصرف يضر بالمنظومه دي كلها ويرجعنا في ورا. في ظل ده اقول حاجه، ان كل مؤسسات الدوله المصريه بتدعم الانديه والكره المصريه، وعاوزه ده انه يزيد والاعداد تزيد معانا. فدايما ومن خلال برنامج حضرتك بنشد جميع الجمهور بعد اذنكم دايما نصدر الصوره اللي تليق بينا وبالكره المصريه.
طيب هل بنعتبر ما حدث في مباراه الاهلي والاسماعيلي بدايه مش بتكلم على جمهور معين، ولكن انا بتكلم بشكل عام، تطبيق القانون على 5 افراد اعتقد ان ده بدايه جيده بغض النظر هو اثار الشغب وبالتالي او التحقيقات قالت كده، فبالتالي تم معاقبه النادي. هل ده نعتبرها نقطه انطلاق لما هو قادم يا سياده النائب؟ والله خلينا دايما برضو نفصل بين حاجتين. أيوة. احنا لما كرابطه بناخد اي عقوبه رياضيه خلال الموسم ده واخدناه على عده مباريات وعده انديه، اخدناه كعقوبه رياضيه. نعم. وما بنعممش حضور المباراه بجمهور النادي، لان انا ما ينفعش ان انا اقتصر كل الانديه الجماهيريه تحترم وعندها عدد كبير من الجماهير، فلما يحضر حد في مباراه ويصدر منه حاجه احنا بنخص ما حضر المباراه ده، لان ده حضور المباراه مش جمهور النادي. نعم. عشان ما نعممش، لان التعميم يا كابتن اسلام خطر. لا، احنا بنتكلم في حضور المباراه. ما تم طبعا في اي مباراه او اي حدث خارج الاستاد له الجهات المعنيه اللي تقوم بتحقيقاتها وحاجات، ولكن احنا دورنا الرياضي ان احنا اي حاجه نشوفها خروجا عن هذا الاطار ان احنا بناخد فيه عقوبه، وده الحقيقه ابتدينا فيه الموسم كله وهنفضل مكملين ان شاء الله بيه في اطار زياده الاعداد وعوده الجمهور. بس قبل العقوبات هو لازم احنا نبقى متحملين المسؤوليه دي كجمهور. طبعا هو ده اللي انا عاوز حضرتك تنضم ليا فيه والناشد فيه، جمهور الكره المصريه كامل، ان احنا نبعد عن اي حاجه ترجعنا خطوه. لا ان شاء الله، وده ده اللي احنا بنتكلم فيه خلال الفتره اللي فاتت. لكن يا فندم هل نقدر نقول عدد ولا خلينا نصبر شويه على بدايه الموسم اللي جاي؟ ان شاء الله احنا عاملين مشروع العوده للجمهور وهنتقدم بيه للموسم الجديد باذن الله. نعم. في ظل المرحلتين اللي فاتوا، وباذن الله فور ان شاء الله ان يجي لنا الموافقه على بدايه الموسم هنعلنه على طول. يعني يا فندم هل نتوقع زياده محترمه لعدد الجمهور؟ لو حصل الموافقات ده اللي احنا مستهدفينه، وده يمكن اللي حصل ان احنا ضعفنا الدور الثاني عن الدور الاول. نعم. فبالتالي ان شاء الله احنا ماشيين في نفس الاطار باذن الله. سياده النائب شفت الموسم اللي فات ازاي؟ اطول موسم في تاريخ اعتقد كره القدم، وكيف نتفادى الاخطاء اللي كانت موجوده في بدايه الموسم المقبل اللي الكل بيضع امال كبيره على رابطه الانديه؟ الحقيقه ان هو احنا بنسمع كلمه موسم استثنائي ده بقى لنا سنين في الكره المصريه. مظبوط. ولكن لو عاوزين نطبقه فعلا هنطبقه على الموسم اللي هينتهي بكره ان شاء الله على خير. لان موسم فيه 200 يوم توقفات اجندات، ما بين اجندات بطولات للاربع انديه المشاركه في البطولات الافريقيه، ما بين كاس عالم انديه، بطوله امم افريقيه، تصفيات امم افريقيا، تصفيات كاس عالم. نعم. فيها استحقاقات ما بتجيش في اي موسم رياضي، فالحقيقه هو كان موسم ده. بالاضافه ان احنا لما تم انتخاب الرابطه وابتدينا الدوري ابتديناه في وقت متاخر جدا، كانت كل الدوريات بدات، وكان ده تراكمات للاربع مواسم. الحمد لله. وكان في بطولات مثلا زي بطولات كاس مصر الخاصه بالاتحاد المصري، كانوا بطولتين في وقت واحد بيتلعبوا، يعني انت واخد موسم فعلا. الحمد لله عدى بشكل على ظروفه، الحمد لله. انا اعتقد ان هو جاي كخطوه. نعم. باذن الله الموسم الجاي عندنا بلان بي في ميعاد بدايه ونهايه للموسم يتلافى فيها حاجات كتير من اللي عانت منها الكره المصريه، بانتظام الجدول، بمعايير لمشاركه الانديه المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه. شكله هيبقى مختلف. الحمد لله كان عندنا مكتسبات الموسم ده زي مباريات القمه مثلا، كانت اول مره تتلعب بجمهور الدوري من 12 سنه. عندنا مكتسب مثلا في مباريات القمه ان تلعب هوم واوي، وده كان اول مره من موسم 66 انه يتلعب هوم واوي. فالحقيقه انتظام الجدول بالشكل ان مباريات القمه برضه تبقى بقرعه مفتوحه وتتلعب في المواعيد المحدده في الجدول، يعني كان في مكتسبات الحمد لله. منافسه كانت قويه في المربع الذهبي، ومنافسه ما زالت مستمره على البقاء. فطبعا في فنيات بقى ممكن غيري يتكلم فيها، انا بتكلم من حيث الاداره، ولكن الفنيات مع تلاحم المواسم وعدم راحه اللعيبه، ولكن في الاخر هو ارقام الدوري الحقيقه كانت قويه ومنافسته بشكل كويس وانتظامه بنسبه كبيره احسن من قبل كده. هدفنا ان شاء الله الموسم الجاي يكون موسم فعلا
نقول انه بدايه حقيقيه لشكل يليق بالكره المصريه والانديه المصريه ان شاء الله. طيب الانتخابات اللي جايه امتى؟ وهل من الممكن ان نجد تغيير في الاعضاء في رابطه الانديه خلال الفتره القادمه ولا لا؟ ان شاء الله ميعادها في سبتمبر. التغيير سبتمبر يعني في شهر 9؟ اوكي. التغيير من عدمه طبعا ده الانديه، لان في الاول رابطه الانديه بتمثل الانديه المصريه، فطبعا اختيارات الانديه هي اللي هتحدد. فهتبان بقى ان شاء الله مع الانتخابات باذن الله. ان شاء الله. لائحه الدوري هل ستشهد تغييرات في الموسم الجديد؟ ان شاء الله. ابرز هذه التغييرات لو تقدر تقول لنا، يعني خلينا نعلنها في وقتها، احنا شغالين على كذا حاجه، ولكن نقدر نقول نسميها ان هي يعني بعد ما خلصنا الموسم ده هي تحديد للمزيد من الانتظام ومزيد من تطور المسابقه، مزيد من بعض الحاجات الانضباطيه. نعم. الرابطه باذن الله مش السنه الجايه هيكون عندها لجنه للانضباط لكل عناصر اللعبه، يعني عندنا اهداف باذن الله لكل عناصر اللعبه، يعني لاعبين وجمهور ومجالس ادارات واجهزه فنيه. ايوه. اوكي. فكلها خطوات ان احنا نرجع، احنا زي ما قلنا احنا ما عندناش غير هدف واحد، هو الهدف اللي يليق بالكره المصريه وبلدنا مصر، ان احنا نرجع الدوري الاقوى عربيا يا رب. لكن طيب لو بتكلم على الدوري السنه دي، خلاص فاضل مباراه واحده، المقاولين او الجونه او المحله، لو تساووا في النقط هل في لائحه موجوده مين اللي ينزل ولا ننتظر شيء؟ لا، في لائحه موجوده طبعا، وهي بتحتكم بالمواجهات المباشره، وبعد كده يعني ليها ثلاث اللائحه اللي موجوده هي اللي هتطبق، يعني هتطبق طبعا. طيب طبعا. بالنسبه لعمليه ضغط المباريات هل سنجد لها حل في الموسم القادم؟ باذن الله هيكون شكلها مختلف، وهتكون على احنا يمكن حطينا اسس الموسم ده ومشينا عليها، حصل فيها يعني حاجات قليله كانت خارجه عن ارادتنا، لان كان الاتحاد الافريقي بينزل مواعيده متاخره وفي شويه لخبطه حصلت، ولكن باذن الله الموسم الجاي هيكون الشكل منتظم بشكل كبير ومختلف ان شاء الله. طيب تراخيص الانديه هل هتبقى مع اتحاد كره القدم ام سيكون هناك اشراف من الرابطه؟ في تنسيق حاليا ما بين الرابطه والاتحاد، وكان ده اثير يمكن في الاجتماع اللي عملناه مع علي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، وهنبدا في تفعيل شكل متابعه رخص الانديه والصرف المالي منها بالتنسيق ما بين الرابطه والاتحاد، وهنحدد الاختصاصات فيها ان شاء الله. كاس الرابطه برضه يا فندم هل ستكون بشكل مختلف العام المقبل؟ السنه دي ناس كتير استفادت من كاس الرابطه ومن الناشئين ومن كذا ومن كذا، هل من الممكن ان نجد زياده ماليه في كاس الرابطه مثلا؟ ان شاء الله، ده هدفنا، وهو كان استحداثه السنه دي رغم الموسم صعب عشان الاستفاده، والحاجه زي ما حضرتك قلت الحمد لله كانت بطوله مفيده، وان شاء الله الشكل بتاعها جديد ونعظم الاستفاده منها ونوجد حقوق جديده للانديه ان شاء الله. انا اتكلمت مع حضرتك تقريبا في الموضوع ده قبل كده، وهو الجوائز الماليه للدوري الممتاز، هل من الممكن ان احنا نجد يعني الدوري المصري الممتاز واحد من اهم الدوريات العربيه اللي موجوده في وطننا العربي، هل من الممكن ان احنا نجد دعم اكبر حتى للدوري الممتاز او للفائز بالدوري الممتاز؟ لان زي ما حضرتك عارف يعني اعتقد مليون جنيه انت كنت قايل لي ساعتها او 2 مليون جنيه مش فاكر حاجه كده، يعني هو هدف لينا اساسي، وزي ما بقول لحضرتك الحقيقه في منظومه الحقيقه كامله، وسندعي ان اي نجاح حصل الموسم ده هو نجاح للرابطه بس، لا وفي معانا شركه راعيه لكره القدم، في مشروع كبير عندنا اهداف ان يكون في شكل الجوائز الماليه مختلفه في الدوري، يكون في حقوق للانديه بشكل مختلف، يكون في تغيير لدرع الدوري، يعني نفس الاهداف يمكن اللي اتكلمت مع حضرتك فيها قبل كده موجوده، وهيتحط لها الخطوات بحيث انها ان شاء الله نشوفها على ارض الواقع في الموسم اللي هيبدا. هل ده برضو بالنسبه لموضوع الافضل لاعب مثلا او افضل اخلاق؟ لان طبعا. افضل اخلاق اعتقد ان هيبقى ليها دور كبير جدا، ممكن يبقى اللجنه المختصه بهذا الامر او باختيار افضل اخلاق في الملعب اعتقد ممكن يبقى ليها دور في ان الجمهور، هيبقى في جايزه للاعب النظيف، وهيبقى في جايزه لحاجات كتير، يعني ان شاء الله هنعلنها قبل بدايه الموسم،
ولكن زي ما بقول لحضرتك احنا رايحين لانضباط اكتر، رايحين لانتظام اكتر. نعم. هو دي الاهداف اللي احنا باذن الله هتتحقق على ارض الواقع الموسم اللي هيبدا ان شاء الله. طيب المرحله اللي جايه، لانه النادي الاهلي كان اكثر المتضررين من التحكيم، وجهه نظري يعني ان النادي الاهلي كان اكثر المتضررين من التحكيم، هل من الممكن ان نجد تعاون ما بين الرابطه وما بين مارك كلاتنبرج الموجود عشان تطوير التحكيم، ام سيظل دائما الملف مع اتحاد كرة القدم؟ ويعني أنا حتى اتكلمت برضو مع حضرتك قبل كده في هذا الأمر، وعلى تحديدا على الكابتن عصام، بس خلاص طالما الكابتن عصام بره خلينا نتكلم على مارك كلاتنبرج. خلينا نقول إن من الاختصاصات الأصيلة لاتحاد الكرة هي لجنة الحكام ولجنة شؤون اللاعبين أو الصيد، اللي هي النزاعات اللي بين الأندية سواء داخل الملعب أو فيما يخص التعاقد وشؤون اللاعبين. دي اختصاص بيبقى للاتحاد مش لرابطه الانديه. عشان رابطه الانديه دي بتمثل الانديه، المفروض ان الاتحاد هو اللي بيرسل. التعاون والتنسيق موجود بالفعل، وحصل يمكن اجتماع اول ما تولى المسؤوليه مع اتحاد الكوره وكلاتنبرج. احنا السنه دي كان موسم فيه شكاوي كتير من جميع الانديه على التحكيم. مظبوط. عرضنا هذه الشكاوي الحقيقه مجلس اداره الاتحاد مذكورا حولها لكلاتنبرج. قعدنا وعملنا اجتماع، انا قلت له كل شكاوي الانديه في المضمون. الراجل ابتدى يشتغل للكام يعني اخر كام جوله في الدوري، واعتقد ان احنا ان شاء الله السنه الجايه بالسيستم اللي هو ماشي بيه هيكون في تطور كبير باذن الله. وفي الاول وفي الاخر كلنا ثقه في الحكام، لازم نبقى مدينهم الثقه الحكام المصريه، لان هو في الاول وفي الاخر ده عنصر اساسي من عناصر اللعبه. هنبقى كلنا سعداء وهم بيزيد اعدادهم تاني في تمثيل مصر سواء في البطولات القاريه او البطولات العالميه. اعتقد ان هو عامل بلان كويس، وهيبتدي يعلن برضه عن ضوابط ده واسلوب عمله قبل بدايه الموسم. وكنا اتفقنا وعرضنا عليه حاجات كتير، وانه هيتم اجتماع ما بينه في وجود الرابطه مع مسؤولي الكره كويس جدا قبل بدايه الموسم. فان شاء الله في خطوات نامل ان هي تساعد في تطوير المنظومه وتكون ليها اضافه ان شاء الله. اخيرا يا فندم، انضمام رابطه الانديه المصريه لاتحاد روابط الانديه العالميه، كيف يمكننا الاستفاده من هذا الحدث الكبير، وخصوصا ان الاتحاد ده في روابط الانديه على مستوى العالم يعني؟ الحمد لله، هو كان هدف بالنسبه لنا، لان يعني كان حاجة تضايق وعيب إن مصر ما تبقاش موجودة في ده، أو رابطة الأندية المصرية، وإن إحنا كنا فيها تأخر. لكن الحمد لله قدمنا الشغل اللي اتعمل، وتم اعتماد دخول مصر ورابطة الأندية المصرية من الجمعية العمومية بعد أول موسم. وهم كانوا عاملين إن في يعني متطلبات لازم يبقى في أربع مواسم متتالية، ولكن الحمد لله حصلنا على تصويت الجمعية العمومية من أول. هي خطوة مهمة ان حضرتك تكون داخل منظومة الروابط في العالم مع الدوري الانجليزي والاسباني والالماني والاماراتي والسعودي. فكان مصر وجودها انها تبقى ده مكانها الطبيعي، لازم تكون هي موجودة في اي مؤسسة دولية بالمنظر ده او بالحجم ده. ليها استفادات كتير هتنعكس على شراكات بين الروابط والاستفادة بحاجات كتيرة جدا، شغالين على بلان فيها. ولكن هي اول خطوه ان احنا نكون في المكان الطبيعي تكون مصر فيه دايما، ما ينفعش يكون مؤسسه دوليه كده ومصر ما تكونش فيها. فالحمد لله ده تم الموسم ده، هنبني عليه ان شاء الله في اللي جاي. اخيرا يا سياده النائب، انا عارف ان انا طولت مع حضرتك، ولكن اخيرا كل القرارات اللي من الممكن ان احنا يعني رابطه الانديه تاخدها خلال الفتره القادمه ممكن نشوفها في النور امتى؟ يعني حضرتك ما قلتليش قرارات كتير، لكن ممكن نشوف الحاجات دي كلها، يعني عدد الجمهور، المكافئات قبل بدايه الموسم اللي هو هيبدا امتى؟ ما انا مش عارف. احنا الموسم باذن الله هيبدا في اكتوبر، في النص الاول من اكتوبر. اوكي. وهينتهي قبل نهايه شهر 6 باذن الله. قبل نهايه شهر 6؟ باذن الله. ده كويس جدا، ده كويس جدا. وان شاء الله قبل ما يبدا الموسم هيعلن في كل حاجه تخص الموسم باذن الله. طيب اتمنى يا رب ان احنا نكون يعني قدرنا ان احنا ناخد كل حاجه من حضرتك. انا بشكرك جدا يا سياده النائب، واتمنى لك يا رب كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك بالاسلام، وتشرفت ان اكون مع حضرتك. شرف لينا يا فندم ان حضرتك تكون معانا. النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه، وكلام هام جدا فيما يخص رابطه الانديه المحترفه.